بيكم معانا من بالهنا، ورمضان كريم عليكم كلكم. النهارده عاملين لكم لازانيا بالبنجر ببشاميل بشويه هيربس كده، هتعجبكم جدا، انتظرونا. النهارده بقى معانا حلقه لطيفه جدا، لازانيا بحاجه مختلفه وحاجه صحيه جدا. عاملين النهارده لازانيا بالبنجر، وما فيش احلى من البنجر طبعا. قيمه غذائيه لا يعني ما فيهاش بقى عوايد تتعد، ايه عوايد، فوايد تتعد. فعاملين بنجر وعندنا شايفز، وعندنا زي ما انتم شايفين هنا اهو زعتر، وعندي بقدونس، عندي بصل، لبن ودقيق، وجبنه بارميجان طبعا، ملح وفلفل، ولازانيا. اللازانيا عادة احنا بنجيبها كده ناشفة. انا وريت لكم في اول رمضان ازاي واحد ممكن يعمل لازانيا من سكراتش في بيته. 100 جرام دقيق على بيضاية، كل 100 جرام دقيق عليه بيضاية وشوية ملح، يتعملوا كده مع بعض، يتقلبوا لازانيا في البتاعة دي. طبعا مش تعملوا 100 جرام وبيضة، انتوا ممكن تعملوا 200 جرام وبيضتين مثلا، 300 جرام وثلاثة كده بس، يعني انها سهلة تتعمل في البيت. لو عملناها في البيت هنسلقها سلقة صغيرة ونبتدي نشتغل على طول. غير كده اللي احنا بنلاقيها اللي هي زي دي انا جبتها، وعلشان تسهل او تخلي طعم الحكايه دي احلى انا برضو سلقتها. ف اهي لما بتتسلق بتبقى بالمنظر ده، شايفين. اللي هعمله دلوقتي البشاميل. البنجر انا جبته حطيته في الفرن في فويل، سبته لمده 45 دقيقه ل 50 دقيقه لغايه اول بس ما يطرى، نسيبه شويه يهدى، نقشره ونقطعه ترانشات بالمنظر ده، وبعدين نبتدي نشتغل على طول. خلوا بالكم طبعا من التبقيع، الدنيا بتبقع. هبتدي اشتغل على طول البشاميل. البشاميل بتاعنا النهارده عاملاه شويه بشكل مختلف. ليه؟ عشان احنا عاملين بنجر يعني، فاحنا تخيلوا يعني احنا هنعمل حاجه للبنجر. انت بتاع فين؟ انت بتاع هنا اهو. طب شاطر. اوكي، اول حاجه هنعملها هنحط شويه زيت زيتون. هتشوفوا ايه بقى المختلف فيه دلوقتي، هتحسوها وهتشوفوها. نجيب بس معلقه الشغل، هشتغل بمعلقه صغيره بما ان انا بشتغل في نحاس. عاده احنا لما كنا بنعمل البشاميل بنحط معاه ايه دايما؟ دايما بنحط معاه زبده. المره دي انا عاملاه خفيف، حاجه لايت، مش لازم نستعمل لبن كامل الدسم، ممكن نستعمل نص دسم، يعني ما بشوفش فيه اي نوع من اي حاجه صحيه، بس اهي بقت موضه، كل واحد طلع في حكايه اللبن خالي الدسم اللي هو ملوش اي فايده اساسا في الحياه. فشويه زيت زيتون تانيين نسخن، لسه بس شويه، انت اللي سخنين. بعد ده انا قلت لكم في بصلايه مبشوره، هو ده بقى الفرق. بعد ما هنعمل البشاميل ده هنصفيه، بس عايزه ريحه البصل، عايزه البصل يبقى معاه. لو انتوا فرمتوه صغير جدا جدا كده ممكن يفضل في البشاميل وطعمه يبقى حلو. لو عملتوه برنواز اللي هي المكعبات، انا بس عايزه الريحه. هتشوفوا دلوقتي الدنيا هتمشي ازاي. انا هعمل شويه صغيرين على قد الطبق اللي انا هشتغل فيه، لسه شويه تسخن بس اهي. ايوه اديني بقى. هنخلي بس البصله يا جماعه، بس ايه، مش عايزه اقول تصفر، تبقى ترانسلوسنت، يعني احنا بصوا لونها بيبقى عامل ازاي، هتلاقوا لونها ابيض، مش بتبقى بتلمع كده اهو. بصوا هتشوفوا شكلها اول ما هنوصل للمرحله دي. انا عايزه نقطه بس زيت كمان عشان الدقيق لما ينزل. ايوه بقول لكم بصراحه، انا استعملت زيت عادي، فقلت لا لازم زيت الزيتون لاني ما شمتهوش وانا بعمله. اوكي نوصل لكده، نقوم نازلين ايه بشويه دقيق. مش هعمل دقيق كتير، انا هعمل على قد بالظبط الحكايه اللي انا شغاله بيها. هنفضل نعمل فيه كده، ودي اهم حاجه يا جماعه في عمايل اي روق او بشاميل، مش عايزاكوا تسرعوا وتحطوا اللبن على طول، لازم الدقيق يستوي. مش عايزاه يبقى بني، بس عايزاه يستوي. فالمره دي قلت لكم الحاجه المختلفه فيها ان احنا حاطين ايه، بصلايه في البشاميل. في مدرستين، مدرسه تقول لكم صفوه، وان مدرسه ثانيه اللي هي زي حالاتي، لا انا عايزه احس بطعم الحاجات اللي موجوده، ما عنديش مشكله. اللون ده تمام، نبتدي بقى ننزل في اللبن. احسن حاجه عايزه اقولها لكم كمان لما نيجي نعمل بشاميل،
تعرفين فكرة دايما لما بقول لكم الدافي مع الدافي والبارد مع البارد، علشان الحاجات درجة الحرارة ما تنزلش وتعطلني في التسوية، وحاجات كتير جدا طعمها بيتغير لو احنا ما عملناهاش الطريقة دي. ده هيل ونبتدي ايه نقعد او نستناه لغاية لما يتقل. اهو بدا يتقل معانا. دايما اي بشاميل بعمله لو تقل قوي يبقى عندنا اللبن ايه، شايفين التقل بدا يتعمل ازاي. هزود شويه لبن كمان عشان مش عايزاه تقيل قوي. بنزل على طول بشويه جوز الطيب، ويستحسن يبقى في الاخر عشان الريحه تبقى حلوه، الملح بتاعنا والفلفل، اللي يحب فلفل ابيض يحط، بس انا بحب ايه الفلفل العجيب العادي بتاعنا ده. لا هي هتاخد كل مقدار اللبن. خلاص هي خلصت كده. يعني ايه خلصت كده؟ يعني انا عندي اللازانيا مستويه ودي كده جاهزه، ما خلصتش قوي لسه عندي حاجه اللي انا قلت لكم المختلفه. شفتوا انا قلت لكم في شايفز وفي كمان شايفز واسمها ايه دي وزعتر، دول هحطهم مع جوه البتاع الحلو ده البشاميل. ناخد الشايفز بتاعنا وهقطعه تقطيعات صغيره، يعني يبقى البشاميل مختلف، مش بشاميل بس، لا بشاميل حطينا فيه بصل عادي، وبصل ده ورق بصل اسمه اللي احنا بنستعمله ده الشايفز ده. وهحط كمان شوية زعتر معاه يديها ريحة رائعة ومختلفة. في ناس زي الولاد اللي بيتعاملوا مع الكرو معانا هنا اهو ما بيحبوش يجربوا حاجات مختلفة، يقولوا لا احنا مصريين اصلا ما ناكلش حاجات مختلفة. انا بقول لهم بقى لا، هتاكلوا وباكلهم غصب عنهم ساعات. فنفسي اجي اعمل معاكم نفس الحكاية جدا جدا في البيوت. اقول لكم يا جماعة الحكاية في الحياة صغيرة، ابتدوا جربوا الحاجات وشوفوا، ما ترفضوش من غير ما تجربوا، فاهميني؟ لازم. اهو شايفين لونه بقى يجنن ازاي كمان؟ يا سلام. نعرف ازاي ان البشاميل استوى؟ مرتها لكم 500 مره بقى، مش هوريها لكم تاني، ولا يلا عشان خاطركم نعملها مره كمان. اوكي ده البصل ده مش كلاكي يعمل بتاع عظيم قوي. نيجي كده ازاي نعرف انها استوى؟ هنعمل كده اهو، كده اهو ما رجعتش تاني تبقى ايه استوت. اوكي ماشي. ننضف بقى الصوابع وناخد حاجاتنا دي هلابيله كده اهو. تعالي معايا انتي والجبنه. ايه ده في شويه بقدونس كمان، تعالوا نحط شويه بقدونس. يلا بينا، انا كنت فعلا طالبه بقدونس. يبقى ايه بشاميل بالهيربس، بالايه بالخضره. نيجي هنا بقى كل اشياءنا جاهزه اهي. اول حاجه دايما اول لاير دايما بنبتدي بيها هي شويه بشاميل، ودي عايزه اسميها ايه بينك او اللازانيا البامبا. دي معلقتي غرقت، لحظة واحدة نجيب معلقة غيرها. بتحصل. شوفوا الطاجن بتاعي قد ايه، فانا ايه هصغر بس شوية اللازانيا. لو اللازانيا اللي انتوا بتعملوها بتكسيرة صغيرة جدا الدنيا بتتظبط يعني. هحط دلوقتي هنا شوية بشاميل كمان اللي احنا عاملينه بالبصل وبالأعشاب. حلو كده. نيجي هنا نحط لازانيا لازانيا ايه بنجر. وشوية جبنة بارميجان محترمين. لا خلينا كده اهي كرمة. تاني شوية لازانيا
بصوا اللي في النص دايما، الحته اللي في النص دول عايزاكم تحطوا فيها الحتت اللي احنا ايه، بس الحاجات دي هنرميها يعني، مش هنرميها، هنستعملها اهو. وبعدين تاني لازانيا بشاميل. في ناس بيحبوا يحطوا في الوش اخر حاجه حتى بعد الجبنه او من غير الجبنه بقسماط، البقسماط بيدي لون حلو قوي قوي لوش الحاجات، فلو عايزين تجربوها بقسماط اهلا وسهلا. انا شخصيا هحط لها بارميجان. طبعا الاحمر البنجر مفيش احلى من حماره في الدنيا. وشويه بارميجان. حلوه لذيذه مختلفه، انا بحبها. و اخر واحده ودي بقى نحطها كده على جنب. اوكي نحط لها برضو. انا ممكن اعمل لير كمان، ايه رايكم اعمل لير كمان؟ لا مش هعمل لير كمان كده، حلو قوي. خلاص اخر واحده نحط لها كده. واو، نيجي بشويه بارميجان محترمين الطريقه دي، وشها كله يبقى كفرد، يبقى متغطي بالجبنه الحلوه دي. لحظه بس انضف ايديا عشان لما نروح الفرن البس الجوانتي وما بوظش الدنيا. هنوديها بقى على الفرن. هتاخد قد ايه؟ مش هتاخد وقت كتير، احنا زي متفقين دايما اللازانيا كل حاجه بتبقى فيها مستويه، اول ما الوش بيحمر بنشيلها على طول. ف اهو هدخلها على الفرن بس عشان الدنيا جوه سخنه. ندخل دي ونجيب اهلا وسهلا اختها اللي جوه اهي، ودي اللازانيا اللي بالبنجر بتاعتنا. ان شاء الله تعجبكم، جربوها وقولوا لنا رايكم، ورمضان كريم عليكم.